انت ليه متعلقة؟ ايش اللي في هذا الشخص علقك فيه؟ ايش اللي في هذا الشخص خلى الدنيا توقف على بابه؟ اسألي نفسك، ايش الشعور اللي هو عطاك اياه وخلاك تعلقتي فيه؟ عزز انوثتك، عزز ثقتك في نفسك، عزز الامان عندك، عزز السعادة عندك، عزز اشياء كثيرة هي عندك اصلا. هو كل اللي عمله انه خلاك تشوفيها، فخلاك تشوفيها ومشي، بس ما اخذها معاه.